من جانبه وجه وزير الخارجية الأيرلندي شكره لمصر على دورها المهم والإيجابي من أجل حل الأزمة الراهنة في قطاع غزة، مؤكدا أن للدولة المصرية دورا هاما في المنطقة. كما أكد وزير الخارجية الأيرلندي أن الموقف في غزة متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية، مطالبا بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة التزام الدول الفاعلة بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأنا أشكر وزير الخارجية سامح الشكري لاستضافتي اليوم في القاهرة. الموقف في غزة في الواقع متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية. إننا بحاجة ملحة إلى وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني، وأن نكفل أن المساعدات تصل إلى من يحتاجونها. إذن فإن القانون لابد أن يكون لزاما على كل الدول الفاعلة والجهات الأخرى من غير الدول الفاعلة أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأشكر مصر والسيد وزير الخارجية لاستجابتها لهذه الأزمة. هذه الأزمة في الواقع متواجدة منذ سنوات، وأنني أقدر أن مصر هي صوت مهم في المنطقة وأنها تدعو إلى عدم التصعيد والعمل مع الشركاء في المنطقة كي تكفل أن هذا العنف لن ينتشر. السيد سامح شكري وأنا كذلك ناقشنا تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. دون شك بأننا بحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات للوفاء أو بالوضع الإنساني المتفاقم في غزة مع تكشف هذه الكارثة أمامنا.